على غرار أفلام السينما لعمليات الجاسوسية كأنها فيلم هوليوود، الموساد الإسرائيلي، مخابرات الهولندية والسي آي إيه الأمريكي دخلوا إلى الداخل الإيراني، عطلوا البرنامج النووي الإيراني سنة 2007، والموضوع هذا انكشف الأيام هذه. كيف؟ اسمع معي القصة على الهاتف. المهندس الهولندي إيريك فان سابين كان يشتغل في شركة نقل، شغلته هاي تنقل قطع غيار لصناعة النفط والغاز لإيران، يعني الوضعية المثالية لأي عملية استخباراتية. وفوق هذا زوجته إيرانية، تم تجنيده في المخابرات الهولندية سنة 2005، نفذ العملية في 2007، لكن تعيشون أنتو، توفى إيريك فان سابين في 2009. المهم، تحقيق استقصائي نشرته الصحيفة دي فولكس كرانيت كشف تفاصيل العملية. في زيارة قام فيها مايكل هايدن رئيس السي آي إيه إلى هولندا، شافوا أن الشخص المثالي هو هذا اللي يقدر يبدأ العملية، واتفقوا أنهم يخترقون البرنامج النووي الإيراني بفيروس اسمه ستاكسنت. وإيريك الجاسوس اللي متزوج من إيرانية طلبوا منه بالتعاون مع السي آي إيه إخفاء فيروس اسمه ستاكسن في وحدة تخزين USB في مضخات المياه الخاصة بالمجمع النووي الإيراني، وكان عليه أنه يركبها في المجمع، ومن خلال توصيل المضخات بالنظام يدخل الفيروس إلى شبكة الكمبيوتر ويسبب أعمال تخريبية. لكن المصيبة أن التقارير أظهرت أن الاستخبارات الهولندية أساساً ما كانت عارفة أن الأمريكيين يبون يستخدمون سلاح رقمي جديد، والجاسوس نفسه حتى مش معروف إلى الآن إذا كان عارف الموضوع. هذه العملية تسببت في تعطيل 1000 جهاز مركزي في منشأة نطنز النووية الإيرانية. لكن الجاسوس مات بداية 2009 بحادث دراجة، والتحقيقات أشارت أن لا وجود لأي دلائل على قتله. الصحيفة تقول أن زوجة الجاسوس الإيرانية تقول سافر معاها إلى إيران عشان عطلة نهاية السنة، لكن بعد يوم واحد من وصولهم قرر مغادرة إيران، وكان مذعور وخايف. تقول كان منزعج للغاية وأصر على أن نغادر على الفور. لكن هذا الفيروس اللي تكلفته $1 مليار واللي انتشر في المفاعل النووي الإيراني مش أول عملية استهدفت البرنامج النووي الإيراني. الموساد حصل على آلاف الوثائق الخاصة بالأرشيف النووي الإيراني عبر مداهمة نفذها عملاء الموساد عام 2018، وكشف عنها نتنياهو، ووصلت عملياتهم إلى اغتيال شخصيات علمية مثل العالم النووي محسن فخري زادة في 2020. الواضح أن في وقت تشتغل إيران على الملف النووي، في الطرف الثاني إسرائيل ودول ثانية تسعى لإفشال وصولها أو إبطاء وصولها. لكن تتوقعون من يسبق الثاني في هذا الصراع؟